مو محتاج ان انت تلطفين الكلام او افكر في الكلام قبل ما انا اقوله. يعني صح. امل يمكن هاي الشيء اللي مخلينا انا خل اقول عن نفسي شويه دفشه، بس انا ما اعرف الطف الكلام اللي في قلبي على لساني. يعني اذا فكرت شلون بقول الجمله او طريقتها اذا هي مو صديقتي او الشخص اللي قدامي مو صديق، لازم افكر وايد قبل ما اقوله. ف ما عندك فلتر بالضبط، بين ما عندك فلتر اللي في قلبي على لساني مثل ما يقولون على طول. يعني لان الصديق مفروض يكون كانك انت كانك قاعده قدام المرايا، صديق مرايا، مرايا بالضبط. فلما توصلين لمرحله اذا قلتي كلمه حق صديقتك ولا قلتي لها رايك في موضوع او شيء وزعلت، هني توصلين لمرحله اذا في خلل، ما بقول مو بصديق، يكون في خلل او الشخص الثاني كان في مزاج معين او في شيء معين، بعد الواحد يعني يحط اعذار، مو على طول خلاص انت مو بربيعي انا ما اعرف. شوفي نفس موضوع الكومنتس لما ينكتب في الانستغرام، خلينا نقول مثلا على سبيل المثال، يعني انا دائما اقرا، فكنت قبل ما ارد ولا اعطي بلوك، بس صرت مؤخرا لا، كنت اشوف في اشياء يعني في بعض التعليقات انا محتاجه او مضطره ان انا لازم ارد، بعض التعليقات لا اترفع وما ارد عليهم مجرد بلوك، في بعضها يوصلك لمرحلة انه لا، انه لازم في تلجئين للقانون. انا كنت يعني ابدا ما فكرت في يوم انه يعني كومنت، ما ادري من في النهايه اللي قاعد ورا التليفون اللي قاعد يكتب، ممكن طفل صغير ولا كبير. امل دائما في السفر كانت حتى تلاحظ على الشيء، قالت لا تقرين اذا الشيء يأكسدك او يزعلك، لانه هو يتوقعون ان احنا كفنانين لو كتبت اي كومنت ما فينا مشاعر بالضبط، بس انه هاي الشيء لا ياثر علي وياثر على يومي ويضايقني طول ما انا موجوده في السفره نفسها اكون متضايقه، فاقول انه ليش اللي قاعد يصير. فعرفت بعدين شنو الشيء اللي يخليهم مثلا اللي يستفز الجمهور، او مثلا في ناس حابين اميره بشكل معين بطريقه صحيح. معينه بلبس معين، هم حابين شايفين اميره في هذه الصوره صحيح. فانا لازم انا وايد يعني اراعيهم أكيد. انا اليوم من خلال هالبرنامج اعتذر لمتابعيني وجمهوري اللي هم فعلا يحبوني، وتحديدا جمهوري السعودي، يمكن في بعض الصور انا نزلتها بالذات في سفرتنا الاخيره شويه ما كانوا حابينها او مو حابين يشوفون اميره في هالصوره، فاكيد ما راح تشوفونها دائما في الصوره اللي انتم تبونها.